اذا السلام عليكم في درس جديد مع كيزاكو.com. في الدرس اليوم نشوفوا عملية الطرح. الطرح او ما يسمى باللغة الفرنسية لا سوستراكسيون. في عملية في الفيديو السابقة شفنا عملية الجمع لاديسيون، وباش نبينوا لكم عملية الجمع درنا امثله بسيطه. دونك نفكركم في عملية الجمع كيفاش كنا كنديروا ليها. دونك عملية الجمع قلنا على سبيل المثال فاش هنجمعوا 2 مع 3، نتخيلوا هاد جوج تفاحات، التفاحة الاولى والتفاحة الثانية مع 3 ديال التفاحات الاولى الثانية والثالثة، لقينا ان الجمع ديالهم نجمع جوج تفاحات مع 3 تفاحات تتحل عندي 1 2 3 4 5، 2 زائد 3 هي 5. دابا نطلب منكم واحد السؤال اخر، بغيت ندير دابا 5 ناقص 3 شحال كتساوي؟ 5 ناقص 3 شحال كتساوي؟ اذا فهاد 5 ناقص 3 هاد العملية كاملة كنسميوها على عملية الطرح. كنقولوا ان نقصنا 3 من 5، وباش نعبروا عليها انا نعتبروا ثاني هاد المرة الليمونات في بلاصة التفاحات. الليمونة الاولى، الليمونة الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة. وجهة اخرى عندي 3 ليمونات، الاولى الثانية والثالثة. الليمونات نزيد لهم واحد الراس خضر باش يبانو بحال الليمونات. فاش كنقول لكم 5 ناقص 3، تخيلوا معايا ان في الاول عندكم 5 ديال الليمونات اللي هما هادو، ودوك 3 ليمونات الاخرين هاد 3 نحيدوهم من هاد الليمونات هادو. يعني ان في الاول كان عندي 5، ومن بعد فاش نحيدو 3 شنو اللي عندي؟ هادي نحيدها، هادي نحيدها، وهادي نحيدها. شحال من ليمونه بقات ليا؟ بقاو ليا هاد جوج ديال الليمونات فقط. اذا 5 ناقص 3 كنسنتجو انها هي 2. هادي عمليه الطرح. باش نديرو واحد المقارنه مع عمليه الجمع غنديرو لكم طريقه الخشيبات باش نطرحو هاد المره. دونك فاش بغينا نجمعو البارح 2 مع 3، عفوا نديرو بحال هكا، هيا 0 1 2 3 4 5 6، نفس الحاجة هنا 0 1 2 3 4 5 6. في عملية الجمع فاش كنجمعو 2 مع 3 كنبداو في نقطة 2 وكنزيدو 3 خطوات، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة. لقينا أن 2 زائد 3 هي 5 بالفعل. هاد المرة في عملية الطرح فاش كنديرو 5 ناقص 3 كنبداو في 5 وكنرجعو ب3 خطوات إلى الوراء، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، والخطوة الثالثة. في الأخر كنوجدو أن 5 ناقص 3 هي 2. إذا نعطيكم مثال آخر باش نختمو هاد الدرس ديالنا. هاد المرة بغينا نديرو 8 ناقص 4 شحال كتساوي؟ اذا 8 ناقص 4 نديرو طريقه ديال الخشيبات. صفر، 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا كنبداو من 8 وكنرجعو باربعه الخطوات اللور، الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه، الخطوه الرابعه. 8 ناقص 4 هي 4. دونك 8 نقصنا منها 4 عطاتنا 4. ندير لكم واحد المثال الاخير باش تفهموا مزيان عمليه الطرح. في الاول كانوا عندنا 8 او 4 5 6 7 8، 8 نقصنا منهم 4 شحال ولات؟ ولات 4 ياكم. 8 ناقص 4 هي 4، وهاد الربعه الاولى الا زدنا ليهم دوك الربعه اللي نقصناهم في الاول يعني ما نكونو نقصنا والو. بحال هكذا 5 6 7 8. اذا فاش كنقول 4 زائد 4 كتساوي 8، تتعني تماما انني قلت 8 ناقص 4 هي 4. كنتمنى ان هذا الدرس نال اعجابتكم، والى حلقه قادمه مع كازاكو.com.